ولدت أليفيا في الموعد الطبيعي ولم نواجه أي مشاكل حتى بلغت شهرها السادس. لقد كانت تبكي كثيراً ولم تكن تأكل جيداً، لم تكن تنمو بالوتيرة نفسها كما في السابق، لذلك بدأنا في أخذ مواعيد من الأطباء وطلب إلينا نقلها إلى مستشفى آخر لفحص قلبها. كانت تبلغ من العمر 11 شهراً، وقد أخبرونا عندما وصلنا إلى هناك أنها تعاني من قصور حاد في القلب وقد لا تعيش حتى اليوم التالي. لقد أشاروا إلينا بضرورة الاستعداد للأسوأ. جسم الإنسان هيكل الحياة وأثمن ما يملكه المرء، أعضاؤه مترابطة بشكل يفوق الاستيعاب، وفشل أي عضو مهما كان هامشياً يؤثر في الجسم بأسره. كانوا يفعلون كل ما في وسعهم لإبقائها على قيد الحياة حتى تتمكن من الخضوع إلى عملية زرع قلب. لقد تبلغنا بذلك من الدكتور بويل الذي أخبرنا أنه وجد العضو المثالي لزرعه في جسمها. كان علي أن أذهب للنوم، أنا أعرف ما حصل هنا، لقد جعلني أنام وشق صدري وأعطاني قلباً جديداً وأعاد إلي عافيتي. إنها معجزة. أليفيا واحدة من كثيرين كادوا يفارقون الحياة بسبب مرض أو عيب في أحد أعضاء الجسم، لكنها أعطيت فرصة جديدة بفضل الابتكار والتقدم في الطب. إنها ببساطة أحد أكبر نجاحات عصرنا الحديث، زرع الأعضاء. الأعضاء هي المسؤولة عن كل وظيفة من وظائف الجسم، وعندما ننظر إلى الكلى والكبد والقلب والرئتين، أعتقد أننا جميعاً ندرك أنها ضرورية لنا لكي نعيش حياة طبيعية وصحية. لسوء الحظ، أعضاء كثيرة تعاني من المرض، تنتقل بعض الأمراض بفعل عوامل بيئية أو أخرى مرتبطة بما نفعله، في المقابل بعض الأمراض الأخرى تنتقل وراثياً. زرع الأعضاء يحصل للمرضى الذين يعانون من مرض يصيب عضواً لديهم في المرحلة النهائية ويحتاجون إلى كبد أو كلية أو قلب جديد للاستمرار في العيش. للولايات المتحدة دور بارز في إرسال عملية العلاج بالزرع وتطويرها حتى وصلت إلى أحدث أشكالها اليوم. أول نجاح لزراعة عضو حصل عام 1954 في مستشفى بيتر بنت بريغهام في مدينة بوسطن، حيث تبرع شخص لأخيه التوأم بإحدى كليتيه. عام 1967 نجحت جامعة كولورادو في إجراء أول عملية زراعة كبد. وفي إنجاز تاريخي، توصلت الولايات المتحدة حتى اليوم إلى إنجاز مليون عملية زراعة عضو، رقم يفوق ما تحقق في أي دولة أخرى حول العالم. وتستمر بمراكزها الصحية ومستشفياتها بتأدية دور بارز في تطوير هذه العملية المصيرية. أحد تلك المراكز هو كليفلاند كلينيك في ولاية أوهايو. إنه مركز طبي أمريكي يقدم الكثير لعالم الطب وخصوصاً للابتكار في مجال زراعة الأعضاء. مستشفى كليفلاند كلينيك هو نظام صحي متعدد التخصصات ذائع الصيت عالمياً. نحن موجودون منذ 100 عام نعام. في الواقع لدينا مواقع في جميع أنحاء العالم. نحن نتألف من 22 مستشفى و 220 عيادة خارجية، وقد كنا منظمة ذات هيكلية نمت من 4 أطباء إلى أكثر من 77 ألف شخص من مقدمي الرعاية، وهو المصطلح الذي نستخدمه للدلالة على موظفينا في جميع أنحاء العالم. نستقبل أكثر من 10 ملايين مريض سنوياً، نجري أكثر من 250 ألف عملية جراحية سنوياً. هذا المركز يمثل أحد أفضل نماذج النظام الطبي الأمريكي الذي يتميز ليس بخدماته الطبية المتقدمة فحسب، بل بالأبحاث المستمرة بهدف دفع الطب إلى الأمام. كان البحث جزءاً من مهمة العيادة منذ عام 1921 إلى جانب التعليم. فيما يتعلق بالاكتشافات، كما تعلم نقوم بالعلوم الأساسية التي نتحرى من خلالها الآليات الكامنة وراء المرض ونحدد مسارات جديدة، ولكننا أيضاً نقوم بعمل تطبيقي نكتشف من خلاله أجهزة طبية أو نبتكر أدوية وعلاجات جديدة. أحد المجالات التي تثمر فيها هذه الأبحاث هي زراعة الأعضاء.
فكثير من الصعوبات والتعقيدات في عملية الزراعة تتلاشى شيئاً فشيئاً بفضل الابتكار الطبي. تمتلك مؤسسة الزرع في كليفلاند كلينيك ثلاثة مراكز، واحد في كليفلاند وآخر في غرب فلوريدا ومركز ثالث في أبوظبي في الإمارات العربية المتحدة، وكلها نشطة للغاية وتعطي نعمة الحياة للكثير من المرضى. نقوم بعمليات الزرع بجميع أنواعها، نبدأ من الأعلى فوق الحجاب الحاجز، نجري زرعاً للقلب والرئة أو لتركيبات بين القلب والرئة، ثم نجري عمليات تحت الحجاب الحاجز بما يشمل الكبد والبنكرياس والكلى والأمعاء والرحم، وخارج ذلك أجرينا أيضاً عمليات زرع وجه. وأحياناً نقوم بما أسميه عمليات زرع فسيفسائية، يمكن من خلالها إجراء عملية زرع كبد وكلى أو زرع قلب وكبد معاً، وهو أمر مثير للغاية لمرضى مختارين للغاية، لكن الكثير منهم لا يمكنهم الخضوع لعملية زرع في مكان آخر. الابتكار في كليفلاند كلينيك بما يتعلق بعمليات زراعة الأعضاء هدفه تخطي التحديات والعوائق التي كان يعتقد أنه لا يمكن تخطيها. لكي نفهم أولى تلك العوائق، علينا فهم كيفية حصول مريض على عضو هو بحاجة إليه. يحال الشخص المصاب بمرض في أحد أعضائه في المرحلة النهائية إلى مركز زرع يتم من خلاله تقويم المريض، وتتم مراجعة جميع سجلاته وعرضه على لجنة الاختيار. إذا شعرت لجنة الاختيار أن الزرع هو الخيار الأفضل لهذا المريض، يصار إلى إدراج المريض في الشبكة الموحدة لمشاركة الأعضاء في الولايات المتحدة، وهي قائمة الانتظار الوطنية. في هذه المرحلة ننتظر حتى يتم تخصيص عضو لمريضنا. الانتظار هو التحدي الأكبر والعدو الأكبر في رحلة التعافي بزراعة عضو خارجي عندما يتوفر وإذا توفر. التحدي الأكبر أن عدد المرضى الذين يحتاجون إلى عمليات زرع أعضاء يفوق عدد الأعضاء المتوافرة لدينا. آخر رقم رأيته كان هناك 105,000 شخص ينتظرون على قائمة الولايات المتحدة لزرع الأعضاء. لست متأكداً من عدد المتبرعين في العام الماضي، إنه يقرب من 20,000. لذلك نحن نعلم أننا لسنا قريبين من تغطية كامل الحاجات. يجب أن تتطابق الأعضاء ليس مع فصيلة الدم فحسب، لكن أيضاً مع حجم المريض ووزنه. بعض الناس لا يصمدون إلى حين موعد الزرع ويموتون أو يمرضون بشدة قبل أن تتاح لهم الفرصة. مونيكا ديفيز وهي من سكان أوهايو انتظرت كبداً جديداً بعد تليف كبدها، حتى إنها اقتنعت في مرحلة من المراحل بأن الموت أصبح أقرب من الشفاء. في بادئ الأمر لم أكن أرغب حقاً في الخضوع لعملية الزرع هذه. بالنسبة لي لم يكن هذا خياراً في البداية، لأن أبنائي لم يعودوا صغاراً وبإمكانهم الاعتماد على أنفسهم، وزوجي قادر على إعالة نفسه. لم أكن أعتقد أنني بحاجة لهذا الأمر، لكن كل ذلك تغير. ستسألني كيف يساعد الابتكار في حل أزمة الأعضاء؟ ببساطة، انظر إلى هذا الأمر من ثلاثة جوانب بشكل عام على الأقل، في الجانب الجراحي والجانب الطبي والجانب المرتبط بالعضو. دراسة أجراها الأطباء هنا كانت كفيلة بتغيير الواقع. تم إثبات أن المريض الذي يخضع لزراعة جزء من الكبد لديه معدلات نجاة متماثلة لمتلقي كبد كاملة. أصبح بإمكان واهب واحد أن ينقذ حياة مريضين. في السابق لم نكن لنتخيل أبداً أن يكون هناك عضو هام للغاية قابلاً للتقسيم بين عدة أشخاص، بما لا ينقذ حياة واحدة فقط ولكن حياتين منفصلتين، وهو أمر في الواقع لا يمكن تفسيره أو فهمه. لقد استغرق الأمر 25 عاماً من العمل المبتكر، ونحن قادرون على استخدام قطع صغيرة من الكبد في نصف الحالات. بحكم ذلك تم إنقاذ حياة مونيكا ومعها حياة ماريا كونتريراس التي كانت تعاني من المرض نفسه، واليوم أصبحتا أشبه بشقيقتين تجمعهما كبد واحدة.
لقد فقدت ابني في تشرين الثاني، وكانت السنوات الثلاث الأخيرة معه مميزة للغاية، وأشكر الله على المتبرع. أشكر الله على أطبائي هنا في كليفلاند كلينيك لأنهم منحوني تلك السنوات الثلاث بالإضافة إلى السنوات التي لم تأتي بعد، وأنا ممتنة جداً لكل من ساهم في إنجاح هذه العملية. لدي شهية جيدة جداً وأعيش حياة أفضل بكثير لأنه يمكنني تمضية وقت ممتع أكثر مع عائلتي. عندما أخبروني أن لدي أختاً، حاولت أن أتبعها في المستشفى وبدأت أسير في الصالات، وكنت أبحث في كل غرفة في الخارج لأجدها. بات لدي أخت أخرى بنعمة الرب ومستشفى كليفلاند كلينيك. نحن أختان بالقلب والروح، وأنا ممتنة جداً لذلك. أنا سعيدة للغاية بأنه بات لي أخت جديدة في حياتي، أحبها. وهذا الشعور متبادل. تشكل أزمة عدم توفر الأعضاء جانباً من التحديات التي تواجه نجاح عملية زرع الأعضاء. تحد آخر يتمثل بتعافي المريض والواهب على المدى الطويل. يأتي الابتكار هنا في خدمة ذلك على أشكال متنوعة في الأدوات المستخدمة وصولاً إلى كيفية إجراء العملية. كانت عمليات جراحية كثيرة تتطلب فتح شق كبير للوصول إلى العضو الذي تجرى عليه العملية، ثم بدأ الاعتماد على تنظير البطن، ما يعني فتح ثقوب صغيرة ووضع كاميرا صغيرة وأدوات رفيعة لإجراء الجراح. إنها أقل إيلاماً وأكثر ملائمة من الناحية الجمالية، كما أن المريض يتمثل للشفاء بسرعة أكبر. بحكم سهولة التعافي، يفتح هذا الابتكار باباً جديداً ويسهل على أشخاص ما زالوا على قيد الحياة أن يهبوا أعضاءهم، منقذين بذلك المزيد من الأرواح. كان لدي ورم سرطاني في الكبد، تم تشخيص إصابتي في عام 2017، وبدأت حينها رحلتي في كليفلاند كلينيك مع الحاجة إلى زرع الكبد. كنا نتحدث عن هوية المتبرع المحتمل، وأعتقد أني كنت المرشح البديهي. تتمحور عملية الزرع حول إنقاذ الأرواح، وقد التقيت بعائلات كثيرة يرغب فيها الأطفال أو الأبناء أو حتى الأهل في التبرع لأهلهم أو أطفالهم بهدف إنقاذ حياتهم، لكنهم يخافون أيضاً من الجراحة، فالجراحة مخيفة جداً. العمليات طفيفة التوغل جراحياً من متبرع حي تتيح للمتبرعين الحصول على الرضا، كما يتيح ذلك لأحبائهم أن يكونوا بجانبهم من غير الاضطرار لمواجهة هذا الكم الكبير من المشاكل والتعقيد. في عمليات تنظير البطن يمسك الجراح بالأدوات. كان هناك نوع من تبسيط العمل ونقص في الدقة، لذا كانت الخطوة الطبيعية التالية هي الاستعانة بالروبوتات. عندما نتحدث عن الروبوتات نقصد الروبوت متعدد الأذرع، ذراع تمسك بالكاميرا، ثم ثلاث أذرع لتحمل الأدوات، فيما الجراح يمسك عصا التحكم والدواسات لتحريك الروبوت. دفعنا بهذا المجال خطوة إلى الأمام. منذ حوالي 4 سنوات جرى إدخال جيل جديد من الروبوتات ذات المنفذ الواحد. ما المقصود بالمنفذ الواحد؟ كل هذه الأدوات المتعددة تمر الآن بتقنية واحدة. كلما حددت النطاق الذي تريد إجراء العملية عليه وحصرته، قل الضرر والأثر والضرر الجانبي الذي يلحق بالمريض، وهذا يعني تعافياً أسرع وتخفيفاً للألم والمضاعفات. كنا من أوائل المراكز التي اعتمدت الجراحة الروبوتية في العالم. أصبحنا مرتاحين للغاية، لدرجة أن آخر عملية زرع قمنا بها بالاستعانة بروبوت استغرقت 2.5 ساعة. أسلوب الجراحة التقليدية يستغرق حوالي الساعتين.
لقد أجرينا للتو عملية من هذا النوع ولدي ثقة كبيرة في الجراحين، وها أنا هنا مع عملية زرع منقذة للحياة. كانت عملية التعافي بسيطة جدا، احتجت إلى أقل من أسبوع للعودة إلى المنزل ولحوالي 3 أسابيع للعودة إلى العمل واستئناف النشاط الطبيعي. أنا فخور جدا بالمساعدة في المساهمة في تعافي والدي وعائلتي أيضا. لذا يرجى التفكير مليا قبل القيام بعملية زرع للكبد، سواء أكنت متبرعا حيا أو قد تمر عبر مسار لزرع الكبد من متبرع حي. عليك أيضا أن تدرك أن هذه العملية لمحاولة إنقاذ شخص تحبه، لا يجب أن تترافق دائما مع ندوب وصدمات نفسية كبيرة. صون الحياة يبقى في صلب كل الجهود، حتى العضو الذي ينبض كمعجزة دائمة بتلك الحياة. القلب الذي يتوسط جميع الأعضاء ليس استثناءً على القدرات التي يشملها الابتكار الطبي. تعتبر رعاية القلب في الولايات المتحدة متقدمة جداً. هنا في كليفلاند كلينيك نحتل المرتبة الأولى في طب القلب وجراحته منذ أكثر من 28 عاماً وفق تصنيف شبكة US News and World Report. زرع القلب هو إجراء نادر للغاية، من الصعب جداً أن تعثر على الأعضاء المناسبة لمرضاك. كنت بحاجة إلى عملية زرع قلب لأنني ذات يوم أصبت بضيق في التنفس ونقلت على الفور إلى المستشفى، واكتشفت بأني أعاني مشكلة في القلب وأنني مصابة بفشل القلب الاحتقاني، وقيل لي إني سأخضع لعملية زرع في المستقبل من غير معرفة التاريخ. كان كل واحد من الأبناء يواجه احتمالاً بنسبة 50% بأن يصاب بذلك، وأنا من هؤلاء الأطفال الذين اضطروا إلى إجراء عملية زرع قلب أيضاً. حتى تتكلل عمليات زرع القلب بالنجاح ويعود نبض الحياة للمرضى، يأتي الابتكار هنا على أصعدة مختلفة تكمل بعضها بعضاً. بعض الابتكارات التي رأيناها في رعاية هؤلاء المرضى تأتي حقاً من بعض الأدوية التي يمكننا تقديمها، يخص ذلك بعضاً من أحدث الجراحات التي نقدمها والكثير من العلاجات المساعدة. بالإضافة إلى ذلك، لدينا طرق جديدة لزيادة المعروض من الأعضاء، لأنه عندما تفكرون جدياً في الموضوع فإن مشكلة زرع القلب ترتبط بالعرض والطلب. لقد طورنا جهازاً يسمى نظام العناية بالأعضاء، إنه في الأساس قلب في صندوق، بما يتيح لنا الخروج بهذا الجهاز وتشغيل القلب وتوصيله بالجهاز وإعادة تنشيط القلب. إنه الأمر مدهش أن ترى القلب ينبض في صندوق في طريقه إلى كليفلاند كلينيك. لقد تحسنت هذه التقنيات، تستطيع الأعضاء البقاء خارج الجسم لفترات أطول. لقد غير هذا الأمر عالم عمليات زرع القلب، من النادر لغاية الآن أن يموت المريض أثناء انتظار عملية زرع القلب. بذلك تكون الولايات المتحدة أكثر البلدان تطوراً في هذا المجال، 44% من مجموعة عمليات زراعة القلب عالمياً عام 2020 جرت هنا بحسب كليفلاند كلينيك. لقد عدت إلى حياتي اليومية إلى حد كبير وتمكنت من العمل والقيام بنشاطي اليومي الذي اعتدت القيام به قبل خضوعي لعملية زرع القلب. بفضل ذلك تمكنت من رؤية أطفالي وأحفادي يكبرون أمام عيني، وعلى الرغم من أنني مررت بظروف صعبة أنا ممتنة جداً لأنني ما زلت على قيد الحياة إلى هذا اليوم لأخبر قصتي للجميع. في سياق آخر وعلى لائحة عمليات زراعة الأعضاء، عملية زرع مميزة وغير مألوفة لم تكن لتنجح لولا الابتكار المستمر والعزم على إنجاحها. نفهم جيداً أن الحياة مستحيلة من غير القلب والكبد، لكن يمكن العيش نظرياً من غير وجه. عملياً لن يرغب معظم هؤلاء المرضى في العيش، وعندما يعيشون فستكون حياتهم مروعة لعقود وربما لمئات السنين. تعامل جراح التجميل مع التحدي المتمثل في علاج إصابات الوجه. يمكن أن تأتي هذه الإصابات
من بكتيريا سرطانية والتهابات فطرية وبالطبع من الصدمة. وتاليا نظرا لهذا التحدي ومع التقدم في أدوية وجراحة زرع الأعضاء، فقد كان من البديهي في المرحلة التالية طرح السؤال: هل يمكننا تقنيا نقل وجه شخص إلى شخص آخر؟ وهل يمكننا منع هذا الوجه من الرفض؟ وكيف نجعله يعمل ويظهر بشكل طبيعي مع الأحداث الأخرى في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك أول عملية زرع وجه في فرنسا؟ مضت مستشفى كليفلاند كلينيك قدما وأجرت أول عملية زرع في الولايات المتحدة. إنها تحديات كبيرة تتطلب فرقا كبيرة من الناس. نتحدث عن فرق لأن هناك فريقا مركزيا والكثير من الفرق الأخرى التي نجمعها معا. يجب أن نتحلى بالدقة لأنها الفرصة الوحيدة لذلك المريض ولنا جميعا، ولحسن الحظ حتى الآن نجح هذا الأمر جيدا. في عام 2022 أجرينا 1051 عملية زرع عبر المؤسسة. كان احتمال البقاء على قيد الحياة لسنة إضافية بعد خضوع المريض لعملية زرع كبد تقرب من 70%. اليوم نسجل ازدياداً بنسبة 93% في التقنية ونوعية الأعضاء والأدوية، ونسب أقل في الرفض والالتهابات. هذه الأشياء الأكثر أهمية. إلى جانب هذه الأرقام المشجعة، تعمل كليفلاند كلينيك على إرساء تعاونات عديدة من أجل تسريع وتيرة الابتكار ورفع نسبة نجاح عمليات الزراعة وغيرها. هنا في العيادة لدينا قسم ابتكارات قوي للغاية يساعد في تسريع الاكتشافات التي تقوم بها هنا في مجال الملكية الفكرية وفي النهاية في المرضى. بلغ إنفاقنا البحثي في عام 2021 حوالي 325 مليون دولار، وأعتقد أنه بالنسبة للعام الماضي سيزيد الإنفاق عن 350 مليونا من أصل المبلغ. ربما يتم تمويل 40% من الحكومة الفيدرالية للولايات المتحدة. ما من كلفة تعلو على قيمة الحياة، فاستمرار هذه الهدية الأثمن للإنسان هو رسالة الطب. لقد كانت مرحلة التعافي ممتازة. أحب السباحة واللعب بكرة القدم. في الحقيقة ما كنا نأمله هو ما تعيشه، أعني أنها تعيش حياة رائعة جداً لا تخشى فيها من إخبار الناس بما مرت به. حقاً إنها فتاة رائعة. من أكثر اللحظات المؤثرة في حياتي هي عندما أرسلت لي والدتها صورة لإليفا وهي تسبح في حوض السباحة في الفناء الخلفي للمرة الأولى، ووصلت إلى منتصف الحوض ونظرت إلى الكاميرا وقالت: أنا أحبك يا دكتور بويل. في الواقع أود دائماً أن أشكر جميع عائلات المتبرعين، سواء أكانوا متبرعين أحياء أم متوفين تعرضوا لمأساة، لأنهم يمنحون الأمل لعائلات أخرى وللبشرية. بدون دعمهم لن يكون هذا ممكناً. أنا متفائل حقاً أنه بفضل حماسنا ومثابرتنا، كما قلت، سنحل يوماً ما أزمة الأعضاء. قد نتمكن من طباعة الخلايا التي ستعمل في النهاية وتنتج قلباً فعالاً. الطباعة ثلاثية الأبعاد رائعة. ربما هناك احتمال آخر. ما يحصل هو أنه يمكنك أخذ كبد، فلنقل من خنزير، ومن ثم إزالة خلاياه باستخدام المنظفات. فقط أخرجه من مكانه وأعده لينمو أينما شئت. لذلك لن أضع أي شيء خارج دائرة الشك هنا. بنظري إن كل هذه الابتكارات مشجعة للغاية. إنها ليست مجرد معدات جديدة، يتعلق الأمر بقدرتنا على تحسين النتائج التي يتوخاها المريض، وهل يمكننا الحصول على نتائج ممتازة بأقل قدر من الألم والانزعاج والتعطيل عن العمل للمرضى، وهذا ما يسعدنا. إحدى المزايا في الولايات المتحدة هي أنك إذا حددت احتياجات لا تزال غير ملباة، فإنك ستجد مبتكرين في كل مؤسسة من أصغر المراكز إلى أكبرها. وما يحدث في الولايات المتحدة هو أن ثمة ميلاً بأن تقدم الرعاية الصحية في مكان آخر.